قال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن ما يصل إلى 16 منطقة لا يزال الوضع الوبائي بها مقلقا بسبب انتشار فيروس كورونا. وخلال مؤتمر صحفي اعتبر أن الإجراءات التي تم اتخاذها قبل أقل من أسبوع متوازنة ومنطقية، معتبرا أن هذه القيود فعالة إذ تم تطبيقها بالكامل. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية عن ارتفاع الإصابات في 3 مناطق جديدة ما يجعلها تخضع لنفس الإجراءات المتبعة في الأماكن التي شملها الإغلاق شبه الكامل في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن فرنسا ستشهد تسريع وتيرة التطعيم بلقاحات كورونا خلال الفترة القادمة. للمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فرنسا، ينضم إلينا من مارسيليا خالد شقير مراسل أكسترا نيوز. أرحب بك خالد بداية. إذا 16 منطقة في فرنسا لا يزال ربما الوضع الوبائي فيها مقلق للغاية بحسب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، يعني وكما نعرف خالد تم خلال الأسبوع الماضي فرض إجراءات وإغلاق شبه كامل، ما المتوقع أن يتبع من قبل الحكومة الفرنسية اليوم فيما يخص هذه المناطق التي يعتبر فيها الوضع الوبائي سيء للغاية؟ تحياتي ليكي ليلاس ولكل السادة المشاهدين. الوضع الوبائي ومقلق للغاية ليس فقط في 16 مقاطعة ولكن في 3 مقاطعات أخرى، هي مقاطعات رون وروب ونيفاز. هذه 3 مقاطعات بدأت تدخل في ضمن المناطق التي تشهد أعداد كبيرة للغاية في الإصابات ليلاس، كما أكد جابرييل أتال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية بعد انتهاء طبعا مجلس اجتماع لمجلس الدفاع الوطني صباح هذا اليوم، اعقبه اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي. اكد أتال بان الاعداد ما زالت كبيره وكبيره للغايه، وما زالت المستشفيات تشهد تكدس في غرف العنايه المركزه في مثل هذه المقاطعات. من المعروف ان كانت هناك اجراءات استثنائيه اتخذتها الحكومه الفرنسيه واصدرها رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في الأسبوع الماضي، ولهذا هناك تخوف من تكرار الغضب الذي حدث هنا في مدينة مارسيليا والخروج على القانون. الأمر الذي دعا وزير الداخلية صباح هذا اليوم يؤكد على أن إجراءات الاحترازية وقيام الشرطة الفرنسية بتنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية تم توقيف حسب وزير الداخلية الفرنسي 50,000 فرنسي، تم إعطاء 6,500 غرامة لغير الملتزمين. هذه الإجراءات ما زالت مستمرة وستستمر حتى أيام عيد الفصح، هذا ما أكده جيرارد دارمانا وزير الداخلية الفرنسي صباح هذا اليوم طبعا في إحدى القنوات الفرنسية. ماذا بشأن قداس عيد الفصح بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس؟ متى من الممكن أن يقام؟ ما أهم التدابير والإجراءات التي ستتخذ؟ رئيس الوزراء الفرنسي ووزير الداخلية الفرنسي طالبوا الفرنسيين بأهمية إجراءات التباعد الاجتماعي حتى داخل الكنائس وعدم استقبال الضيوف والأقارب في هذه المناسبة في منازلهم، وطلبوا الجميع بالخروج إلى المتنزهات وأهمية إجراءات التباعد الاجتماعي التي يجب اتخاذها داخل المنازل الفرنسية. وطبعا لن تكون هناك إجراءات استثنائية بمناسبة عيد الفصح كما كان الأمر في أعياد الميلاد ليلاس. نعم، أشكرك شكرا جزيلا من مارسيليا خالد شقير مراسل أكسترا نيوز على كل هذه المعلومات.